عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمحامي المعروف، بشكرك شكرا جزيلا. لكن أبقى في نفس سياق الأحداث اللي حصلت النهاردة في مصر، تحول إلى الإسكندرية مع سيادة اللواء أمين عز الدين. مساء الخير يا سيادة اللواء. اهلا، مساء الخير يا استاذ عمرو، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني قبل ما نتكلم عن اسكندريه، يمكن عاوز اخد تعليق من حضرتك برضو على مساله ما يسمى بكتائب حلوان اللي احنا اتكلمنا فيها مع الاستاذ مختار نوح الان. هو زي ما قال حضرتك كده استاذ المساعد عبد الفتاح بن عثمان، ان دي متشكل فيها فريق بحث على مستوى عالي من الامن العام والباحث ومن المساعدات الفنيه والامن الوطني، وان شاء الله هيتم التواصل ليهم والقبض عليهم واتخاذ الاجراءات القانونيه بالنسبه لهم باذن الله. طيب اللي حصل النهارده واللي بيحصل في الاسكندريه دلوقتي، كيف تبدو الاسكندريه؟ والحمد لله طبعا ان التواجد الامني المكثف في الاسكندريه، طبعا بالاشتراك مع اخواتنا من القوات المسلحه في المنطقه الشماليه العسكريه والقوات البحريه في جميع انحاء الاسكندريه، له اثره بالتعاون المواطنين طبعا من اهالي الاسكندريه، اثره الفعال في احباط العديد من المسيرات اللي كانوا عاوزين يعملوها جماعه الاخوان الارهابيه. هو كان فيه حضرتك من بعد الصلاة كده مجموعة من المسيرات المحدودة لجماعة عناصر الإخوان الإرهابية حاولوا يقطعوا بيها طرق ويعتدوا على المواطنين، ومعهم منشورات كانوا فيها شعارات مسيئة للقوات المسلحة وللشرطة. فين بالظبط يا سيادة اللواء؟ في مناطق شرق وغرب المدينة، بعض مسيرات محدودة في أماكن مختلفة بأعداد محدودة. تم طبعا التعامل المباشر معها بالقوات بتاعتنا المنتشرة، وتم فضها واتقبض على 15 في شرق الاسكندريه و10 في غرب الاسكندريه. وكان حوالي من ساعه كده حاول بعض العناصر الاخوان الارهابيه ان هم يقطعوا طريق الكورنيش. القوات بتاعتنا المتواجده هناك تم مطاردتهم والقبض على 4 اشخاص اللي كانوا بيعملوا هذه الافعال. القبض على كم؟ 4 اشخاص. 4 اشخاص من عناصر برضه جماعه الاخوان الارهابيه، ومعاهم سياره بدون لوحات معدنيه، وبتفتيش السيارة عثر في داخلها على جراكن بنزين ومجموعة من الأقنعة وفردين خرطوش وبعض الألعاب النارية، وتم ضبطهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حاليا. عدا ذلك الأمور الحمد لله في اسكندرية بتمر بصورة طبيعية تماما والمرور بحالته الطبيعية. نعم. وقوات منتشرة في جميع الشوارع والميادين والمنشآت الأمن. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء.